مصائب لابد للإنسان أن يتحلى بالصبر، وأن يعلم بأن هذه الدنيا ما خلقت للرخاء والعافية، وإنما خلقت للبلايا والمحن، وإن البلاء لا يفارق المؤمن ولا بد له من الصبر. ولنا في أهل البيت أسوة حسنة، فأي مصيبة عندما نتذكر مصائب أهل البيت، مصائب الحسين، تهون علينا مصائبنا. وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ بنات رسول الله تسبى حواسر من بلد إلى بلد، ومعهم الإمام زين العابدين والجامع في عنقه. يقول المنهال بن عمر: كنت في السوق وإذا بي أرى سيدي ومولاي زين العابدين يتوكع على عصا ورجلاه محمرتان قلقصبتين تنضحان دما. تقربت إليه قلت له: سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال: يا منال كيف أمسى من هو أسير؟ لقد ساقونا بالحبال كما تساق الأغنام من بلد إلى بلد. يا منال لقد حبسنا يزيد في دار لا سقف لها، إذا جن الليل نزلت البرود على بنات رسول الله، وإذا طلعت الشمس لسعتهم بحرارتها، حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. يا منهال وإن نساؤنا حاسرات مسلبات جائعات، وأصبحنا آل رسول الله خائفين. هذا موقف. موقف آخر: يدخل أبا حمزة يقول له: سيدي أما آن لهذا الحزن أن ينقضي؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. قال له: يا أبا حمزة القتل لنا عادة، ولكن هل حرق الخيام لنا عادة؟ هل قتل الأطفال لنا عادة؟ هل سبي النساء من بلد إلى بلد لنا عادة؟ قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت وذاب مثل المصيبة اللي دهتني، ما حد انصى ذيك الأقمار اللي منازلنا يزهرون، والليل كل من العباد ما يفترون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون، افرد ساعة وسدوهم حر الترا، لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح، لو شفت الأكبار ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت النكرب لشيخ ولا شاء بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوب نفتها بونينا وعينه الدور،
كل ما طلع منا بدر بالمعركة ومصيبة اللي هيجت حزني علي عاين الصدر حسين تحت الأعوجية حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية شحجي أبو حمزة وشعد من هالمصة قال يا شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل ليكم يا أهل هالبيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر البواشي يا ابن الانجا قال لي يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب لا زاد هنالي ولا تهنى مشروف تشهير عماتي وخواتي وسط الدروب نحل ترى عظامي ولذيذ العيش ماطة بيت الدعاء التفت أبا حمزة سيدي أي المصائب عليكم أعظم فصل أكثر يا ابن رسول الله قال لي يا أبا حمزة أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادين ما قصروا بالغادرية زلزلوا البيت عجل ليش نكست راسك قال نكس راسي دخول زينب مجلسي يزيد حسرة ومنه اليتامى راسها هشة صيح شقولة للي ناشدني من الناس اخوك حسين عنك وين عباس اقول حسين ضل جثة بلا راس عباس في القطعة ويمينه اي وعباس في القطعة يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد